أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في سهرة قناتكم إقرأ الفضائية، وتم بحمد الله. نرحب بمشاهدي قنوات إقرأ الفضائية على قناة إقرأ العربية والإنجليزية. يشاركني تقديما في هذه الحلقة الزميل الإعلامي الأستاذ عبد الناصر الغامدي. أهلا وسهلا عبد الناصر. أهلا بك سعد. أعزائي المشاهدين، كما بدأنا هذه التغطية لموسم حج عام 34 كانت بداية مع زميلي سعد في برنامج بسم الله نبدأ، واليوم ها نحن نودعكم ببرنامجكم تم بحمد الله. على مدى 6 أيام متواصلة وقناتكم إقرأ الفضائية في بث مباشر 24 ساعة، قدمنا لكم فيها مختلف البرامج، استقطبنا لكم فيها مختلف الشخصيات من شباب ومشايخ كرام، قدمنا لكم برامج بثلاث لغات بالعربية وبالإنجليزية وبالفرنسية، ليصل بث قناتكم إقرأ الفضائية إلى كل أرجاء العالم. كانت قناة إقرأ حريصة في كل موسم أن تقدم لكم الجديد والمفيد، في كل عام تأتي لكم بالمشايخ من جميع أنحاء العالم، وهذا العام شاركنا وجوه جديدة في هذه التغطية مثل الشيخ توفيق الصايغ والدكتور علي أبو الحسن والشيخ إبراهيم السيود، وزادت ساعات البث للحج الذي انطلق من اليوم الأول ذي الحجة حتى السادس من ذي الحجة 6 ساعات يوميا، برامج جديدة في الحج كان من أبرزها ليالي عشر وخواتيم وأمة المطر. أيضا كانت معكم قناتكم إقرأ الفضائية منذ 10 الأواخر من شهر ذي القعدة، قدمنا لكم فيها مختلف البرامج الوثائقية التي تعنى بالحج، بالإضافة إلى مجموعة من الفواصل التوعوية التي تقدمها لكم قناة إقرأ الفضائية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. بدأنا أيضا في بداية شهر ذي الحجة في تقديم برنامج مناسك، بالإضافة إلى 5 برامج أخرى قدمت لكم من استديوهات قناتكم إقرأ الفضائية في مدينة جدة. قناة إقرأ الفضائية أعزائي المشاهدين حرصت في كل موسم أن تقدم لكم الجديد والمفيد، وتتميز في تغطيتها حتى تصل إلى رضاكم، ولن تصل إلى رضاكم إلا باقتراحاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، نسعد بها دائما، كونوا معنا. في هذه السهرة التي سنكون معكم فيها إن شاء الله نقدم لكم مجموعة من التقارير لزملائنا خلف الكواليس وما قدموه من جهد وتعب خلال هذه التغطية. نبدأ أولى هذه التقارير مع تقرير لكلمات فريق عمل هذه التغطية، نتابعه ثم نعود إليكم مرة أخرى. والله يا أخي ناس كثير، لكن أكثر إنسان أوجه له رسالتي هو الشيخ صالح كامل، ما يعني الوالد والموجه يعني ليس مجرد مالك للقنوات وليس مجرد يعني مؤسس لهذه القنوات، ولكن الوالد اللي تعلمنا منه أشياء كثيرة. ندعو الله أن يمد في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، لأنه فضل إقرأ وجهود إقرأ وأثر إقرأ في العالم كله يشاهد الجميع على الشاشة ونشاهد أيضا في تنقلنا. فأقول له شكرا أنك أتحت لنا الفرصة أن نعمل ونشاركك في الأجر لأثر إقرأ إن شاء الله. أقول للمشاهدين كل عام وأنتم بخير، والله يعيد علينا إن شاء الله وعلى السادة المشاهدين وهم بأتم صحة وعافية. شكرا لك. يمكن من البدايات أنا في إقرأ وهذا فخر لي الحمد لله. إقرأ عزيز علي زي ما هي عزيز على الكل. إن شاء الله دائما نتقابل بالخير بإذن الله. أشكر جميع مشاهدي قناة إقرأ في كل بقاع المعمورة، والحمد لله تم بحمد الله تغطية حج هذا العام بكل تفاصيله، وكنا معكم في كل موقع يذهب إليه الحجيج، وكانت كاميراتنا تنقل الحدث لحظة بلحظة لكم، وأتمنى من الله أن يكون وفقنا لما أنتم تطمحون له دائما من قناة إقرأ ومن عاملينا. طبعا بهنيكو بقول لكم كل عام بخير لكل المشاهدين، وأول شيء لكل العاملين في المخيم هون اللي أعطوا كل طاقاتهم وبذلوا كل جهودهم عشان يطلع الشيء اللي إحنا شايفينه على الهواء. طبعا كم نعرف دائما إحنا
قناة اقرأ على الهواء نشوفها أمور رايقة وهادية وحلوة، لكن ما حدا بيعرف الكواليس والأمور اللي عم بتصير خلف الكواليس. الشباب عم تتعب والشباب عم تبذل كامل جهودها وكامل طاقتها. كل عام وانتم بخير، وبالذات كل عام وانتم بخير على مرور 15 سنة لاقرأ، وإن شاء الله يا رب العمر كله، والله يعطيكم العافية وشكرا. خلاص يد مبارك كله زملاء وصدقاء. ايش قلت ثاني حاجه؟ شكرا، مع السلامه. الحمد لله، يعني قمنا بالواجب على اكمل وجه، وربنا يتمم كل شيء على خير ان شاء الله بكره بامر الله. اول شيء انا هني الوالده الغاليه، اقول لها كل عام وانتم بخير، اللي كل سنه نفتقدها في الوقت هذا يعني، بس طبعا ان شاء الله كنا قدمنا شيء طيب بالمقابل لقناه اقرا والمشاهدين طبعا. وهني زوجتي ام صالح، اقول لها كل عام وانتم بخير، وبنتي ريتاج وولدي صالح ومحمد اللي كمل الان سنه، وهذه اول مره هون عليه سنه انا ما اشوفه طبعا، واخواني احمد وعادل وابراهيم واختي عبير، وطبعا جميع زملائي اللي قاموا بالعمل هذا اللي الله يعطيهم العافيه، جهد يعني 24 ساعه، وهذا شيء يعني مو غريب عليهم طبعا، والله يوفق الجميع. هني الامه الاسلاميه، وهني الوالده العزيزه، وهني طبعا توام روحي زوجتي واطفالي ثلاثه، وهني قناه اقرا. والله هني كل اهلي يعني، ووالدتي واخواني وزوجتي وابنائي. الحمد لله الحج تم على خير، كانت تجربه رائعه يعني من سنين، واداره السنه هذه كانت ادارتي مشاركتي مع ايهاب في اداره مشروع الحج، والحمد لله يعني ادرناه بشكل جيد، و نجاح البرنامج إن شاء الله، برامجنا كلها إن شاء الله، ووصلنا لقلوب الحجاج، وصلنا المشاعر للمشاهدين في بيوتهم، حسسناهم الحج كيف بيصير، أو حسسناهم إنه الحج متعة مشاهد الحاج، يشاهد كيف المشاعر، كيف الناس هزيج الفرحة في الحجاج، كأنه عايش معانا 24 ساعة الحمد لله من المشاعر. إن شاء الله تكون يعني في ميزان حسنات كل من عمل في هذا المشروع. تغطية رائعة من قناة إقرأ، شكرا لقناة إقرأ أنها سمحت لنا نكون متواجدين معاها، جزاكم الله ألف خير. كما تابعتم أعزائي المشاهدين، هذه المجموعة هو جزء بسيط من المجموعة التي تقوم على تغطية قناة إقرأ لموسم حج هذا العام. كانت متميزة وكانت مضحية فعلا لكي تكون لكم الصورة أصدق مما رأيتم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، وتتمتعون برؤيتها أيضا في كل عام. والمميز بن ناصر في هذا التقرير أنه يعني شفنا مدير قناة إقرأ ومدير مركز الإنتاج ومدير العلاقات العامة مراسلين بيعملوا لقاءات لبعض، هذه الحاجة الحلوة، لفتة جديدة أول مرة نشوفها في الكواليس. إذا كان أعزائي المشاهدين ما تابعتمهم، هم مجموعة من الكوادر التي تعمل هنا في هذه البقعة في منى الطاهرة، لابد أن يكون خلف هذا العمل رجال يقفون على نجاحه. معنا على الهاتف سعادة الأستاذ محمد عبد الرحيم كابلي، المشرف العام لشركة إقرأ الإعلامية القابضة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله أستاذ محمد، كل عام وأنت طيب إن شاء الله، وأنتم بألف صحة وسلامة. أستاذ محمد، لن نسألك عن قناة أو تغطية قناة إقرأ، فأنت تحرص دائما إلى التميز، لكن ما هو الجديد إن شاء الله تعالى سيكون للعام القادم؟ نحن نعرف تماما أنكم تبدأون التخطيط مع نهاية هذا الموسم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين أن وفقنا في هذا العام، ووفقكم جميعا لنقل مشاعر، لنقل وقائع الحج هذا العام المشاعر المقدسة. ويعني الحقيقة كنت أنت وزملائك وجميع الموجودين سواء أمام الشاشة أو خلف الشاشة حقيقة متميزين كعادتكم، الحمد لله على ما يعني ما وصلنا له من تميز ككل عام. القادم إن شاء الله إحنا عندنا يعني كما أنتم يعني كلكم تعرفوا، بعد الحج مباشرة حنبدأ استعداداتنا للاحتفال بمرور 15 سنة على انطلاق قناة إقرأ. أطلقت قناة إقرأ في 15 أكتوبر على ما أتذكر في عام 1998 ميلادية. نعم. وبالتالي هذا العام نكمل 15 سنة على الهواء. يعني أعتقد أنتم يعني أعرف بما يدور خلف الكواليس، ولكن المشاهدين أيضا
لهم الحق ان يعلموا ان شاء الله حيكون في سهره متميزه في ذلك اليوم. و يعني هذا يمكن جديدنا القريب جدا. الجديد حنحرص دائما على التجديد ونحرص دائما على التنويع ونحرص دائما على ان اقرا تستمر في منهجها الوسطي وان تكون متوفره لجميع انحاء في جميع انحاء العالم لجميع المسلمين العرب في كل اينما كانوا. نعم. وايضا لدينا اقرا باللغه الاقرا العالميه واقرا الدوليه. نعم. التي يعني تستهدف المسلمين من غير الناطقين باللغه العربيه. نعم. ونصلهم في ايضا في جميع انحاء العالم في قاراتها الخمسه باللغتين الانجليزيه والفرنسيه في هذا الان يعني. نعم. ومستقبلا ان شاء الله حيكون لدينا عده لغات تصل يعني مع الوقت يمكن 7 أو 8 لغات اللي هي الاكثر انتشارا في بين المسلمين. اقرا تحافظ يعني ان شاء الله على تميزها بنشر التعاليم الاسلاميه والتعاليم المسلمين الجديد والحقيقي الصحيح الوسطي بعيدا عن التحزب وبعيدا عن التشدد وبعيدا عن الطائفيه. الحقيقه يعني هذا النهج اللي وضعه مؤسس هذه القناه الشيخ صالح كامل مد الله في امره ومتعه بالصحه والعافيه، وايضا توجيهات نتلقاها من الاستاذ ياسر يماني رئيس مجلس اداره شركه اقرا الاعلاميه القابله. نعم سعادة الأستاذ محمد عبد الرحيم كابلي المشرف العام بشركة إقرأ الإعلامية القابضة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة ووفق الله جميع العاملين في قناة إقرأ الفضائية. نعم. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع المحطة الثانية من تقاريرنا في هذه الحلقة مع كلمات لفريق عمل هذه التغطية، نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. أول شيء هني الوالد والوالدة، وخص بالتهنئة على زوجتي اللي جاية من سوريا جديد، وبهنيها أنه هي تحملتني خلال الفترة هي اللي كانت نحن فترة مجهدة لكل الفريق أنه طلعنا بتغطية بيضة وجوه الناس قدامنا يعني. وبشكر كمان كل قناة إقرأ والعاملين بقناة إقرأ. أول شيء كل عام أنتم بخير وكل عام المسلمين بخير، بعيد الأضحى مبارك، والله تقبل حجهم الحمد لله، الأمور تيسرت وقبل حجهم يا رب. وبس حابة هني أمي وأختي وأخواني كل الناس، يعطيك العافية. الله يسعدك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله إنه ربنا شرفنا بخدمة قناة إقرأ اللي بتعمل مجهود جبار، بتنقل المشاعر، معانا فريق كبير بيبذل مجهود جبار بصراحة، إلا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل مجهودنا وأتمنى أنه المشاهدين إن شاء الله يرضوا عننا، نكون قدمنا شيء يليق بهم، يليق بالحج، يليق بالخدمات اللي تقدمها البلد، ويليق بقناة إقرأ. أهني كل اللي في المخيم، وهني أهلي، وهني زوجتي، أول سنة معي زوجتي، أقول لهم كل سنة وهم طيبين وأنا خضر برضو. بابا ماما أكلم كل سنة طيب. الحمد لله. شكراً مكان. أول شيء يعني الحمد لله على أننا يعني كنا في خدمة ضيوف الرحمن، والحمد لله عدى الحج يعني بسلاسة، وكانت يعني الأجواء روحانية، ويعني يكفيك شرف إنك خدمت ضيوف الرحمن وخدمت الحجيج. يعني سبحان الله السنة هذه سنة غير يعني الحج من ناحية ما شاء الله خدمات وكل حاجة، ونحن مخصوصا ارتحنا من ناحية كان خدمات الحجاج زي ما تقول العدد كان قليل، وارتحنا من سوى الدرجة النارية بالذات توصيل المشايخ نجيبهم نديهم وذا كذا، ارتحنا الحمد لله. تم بحمد الله، هذا الحمد لله على كل شيء. ورسالتي لكل أخواني وكل أحبابي ولولدي ولزوجتي والأهلي، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيب. بعد أن تابعنا أعزائي المشاهدين هذا التقرير، نقف ونحن وإياكم في هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى نستكمل برنامجنا تم بحمد الله، ابقوا معنا. الله أكبر، الله أكبر، الله
اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في تم بحمد الله، نستكمل معكم هذه السهره على قنواتكم اقرا الفضائيه. عبد الناصر، يعني قناه اقرا وخلال سنوات تغطيتها لموسم الحج استقطبت العديد من الوجوه الشابه. نعم. وعلى مدى السنوات كنت انا وانت احد هذه الوجوه التي اخذت فرصه للعمل يعني في موسم الحج وفي خارج موسم الحج، فيعني يعني هذه من الميزه التي تحتسب لقناه اقرا الفضائيه، فجزاهم الله خيرا على هذه الفرص التي تعطى للشباب. في كل عام يا سعد نشوف احنا اكثر من عدد من الشباب، منهم المراسل الميداني، منهم ايضا من يعني يتجرأ ويخرج على الهواء لمده ساعتين، لكن هو يجد كادر قبل ان يظهر على الهواء يحاول ان يدربه ويضعه في الموقع الصحيح لعمله الاعلامي. الحمد لله قناه اقرا هي دائما ولاده، ودائما ما يخرج من تحت أيديهم عددا من الشباب المتميزين، ونعرف أسماء كبيرة الآن وصلت إلى قنوات قوية جدا. لكن يا سعد أيضا تميزنا كان في عدد من الوندوهات كما لاحظنا من أمريكا ومن القدس ومن أماكن كثيرة، أيضا تغطيتنا لشعائر أو فروض الصلوات من مكة المكرمة ومن الحرم المدني، وأيضا تغطية كاملة كانت من منى وعرفة ومزدلفة. لا زال هناك عدد من التقارير سعد لزملائنا خلف الكواليس. أعزائي المشاهدين نتابع هذا التقرير أيضا لعدد من التهاني التي يقدمها زملائنا خلف الكواليس، تابعوا معنا ثم نعود مرة أخرى. أنا بهني أول شيء الأمة الإسلامية كلها، والحمد لله على الحج الميسر في هذه السنة، وبقدم تهنئاتي لوالدتي وأخواني وأخواتي وكل حبايبي، ولك أحمد القرني وأنس خضر المنتج الرائع الفنان المونتير أحلى مونتير في الدنيا هذه، والأستاذ أحمد ماهر اللي قاعد يتعب معي في التصوير. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناة تقرأ، وإن شاء الله مستمرة في العطاء بإذن الله. أنا بهدي طبعا المباركة ديت لأمي ووالدي وأخوتي بنات أستاذ فادي وداح وجميع الأخوة الزملاء، وربنا يبارك في السنين الجاية كلها إن شاء الله، ودعواتكم وبالتوفيق، واقرأ عش الحج. نحمد الله سبحانه وتعالى أن ربنا بيقدرنا أن احنا بنطلع بهذا المشروع يعني بخير وبسلام، ونوصل للأمة الإسلامية الرسالة بتاعتها. أقول كل عام وأنتم بخير لجميع الفريق برسم ولدنا الشيخ صالح كامل، الأستاذ محمد سلام، أستاذ محمد جعبري، أستاذ سعد غامدي، جميع الفريق الشباب اقرأ ما قصروا، ما شاء الله تبارك الله عليهم كلهم، ما شاء الله تبارك الله ما قصروا. الحمد لله هذه ثاني مرة أشارك مع قناة اقرأ في موسم الحج. السنة الماضية كانت أول مرة وشاركت في برنامج بانوراما الحج. السنة هذه الحمد لله أنا أقدم برنامجين ولله الحمد، أمة المطر وبرنامج رسائل من الحج، والحمد لله يعني أنا أشكر العاملين في قناة اقرأ اللي أعطوني هذه الثقة أني أكون مقدم في هذه القناة الجميلة والقناة الرائدة من بين القنوات الإسلامية، والحقيقة يعني تجربة فريدة ولله الحمد، ومشاعر والله رائعة، وإحنا نغطي موسم الحج وشعار قناة اقرأ عيش الحج، اللي يتمنى إن شاء الله أنه عيشنا الجمهور الكريم في الحج وكأنهم معانا في الحج بالأجواء الجميلة، الأجواء الإيمانية، الأجواء الرائعة صراحة من جميع البرامج وجميع طواقم الناس اللي يعملون هنا في القناة، فيعطيكم العافية جميعا. رسالتي وتهنيتي لأخوي إسماعيل وكل العاملين في القناة، والأستاذ محمد ومراد وكل القناة كلها، يعني بجد احنا عشنا الحج في اليومين الحلوين دول، جايز ربنا لما كتب ليش ان انا اقدر احج زي ما الناس كلها حجت، لكن سبحان الله يعني انا عشت الحج وعشته معاكم لحظة بلحظة، ويا رب نكون قدرنا ان احنا نوصله للجماهير ومشاهدين اقرأ، ان احنا وصلنا لهم الحج وبالمعاني الجميلة اللي في الحج، ويا رب يكونوا هم يعني شافوا فعلا المجهود اللي احنا عملناه هنا يكون وصل لهم، ويكونوا هم يكون وصل لهم بالفائدة المفروض توصل لهم إن شاء الله. الله هني أول شيء الوالد والوالدة والأهل جميعا، وطبعا خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني والشعب والمسلمين كافة، وأسأل الله أنه يتقبل الحجيج برحمته. شباب اقرا اقول لهم يعني اقرا اعطتكم فرصه كبيره انه تظهروا على شاشتها، وثقت فيكم، سلمتكم رسالتها عشان تؤدوها لمشاهديها في كل انحاء العالم. اتمنى منهم انهم يطوروا من انفسهم، اتمنى منهم انهم يعني يحملوا هذه الامانه ويؤدوها لمن بعدهم، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. تهنئتي للوالد والوالده ولزوجتي العزيزه
وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عبد الناصر يا أخي الكواليس هذه يعني طلعنا بأشكال أحيانا غريبة. لا اللي كان في الشاشة قبل شوي مو سعد المذيع، هو سعد المنتج الفني بالسعودية مدير الاستوديو أقرب للوكالة. بالذات آخر واحد عبد الله القرني يعني مع السماعات هذه طالع بصراحة والله يعني بالذات الكاميرات الخارجية كانوا يتعبون بشكل كبير جدا بالذات في وقت الظهرية يعني كانوا يعانون كثير من الحر، لكن نسأل الله تعالى نكتبها في ميزان حسناتهم. بالذات أن المنطقة يعني الخارجية كمان مكشوفة فهو يعني الشباب تحت الشمس بالذات في خلال فترة النهار. نعم. الله يعطيهم العافية، هو جهد يشكر عليه وإن شاء الله تكون التغطية وما قدمناه يتناسب مع مشاهدينا بإذن الله. في تقرير أيضا يا سعد للزملاء والعدد كبير جدا، تقرير أعزائي المشاهدين لبقية الزملاء تابعوه ثم نعود مرة أخرى. أهني الوالد والوالدة والزوج والأبناء بهلول شهر عيد الأضحى المبارك، وهني الزملاء وهني قناة إغراء وهني جميع المسلمين. أحب أهني بعيد الأضحى الوالد والوالدة، وأخص التهنئة بأخوي وليد الله يرجع بالسلامة إن شاء الله. شكرا لك. وأهني بالعيد هذا والدتي وأخواني وجدي وجدتي والأمة العربية والأمة الإسلامية، عاد الله علينا باليمن المسرات إن شاء الله يا رب. أهني الوالدة الله يحفظها وأهلي والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية، نقول لهم كل عام أنتم بخير إن شاء الله وعيد أضحى مبارك. كلهم بخير، كله أهلي family everything كله سلام. يعني التهنئة صراحة لكل العاملين بعد الله سبحانه وتعالى في هذا المخيم، وللوالد والوالدة وبنتي وزوجتي، وإن شاء الله بإذن الله من سنة لسنة نكون مع بعض ونقدم اللي قدمناه أحسن إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة طيب. إن شاء الله فور قناة الإقراء because maybe 12 years I am work also because all people was very nice also other country for coming for the Haji and all person for the responsible. أقول الحمد لله رب العالمين على توفيقنا في هذا الموسم ولله الحمد. صحيح أن كان هناك العديد من الصعوبات ولكن سهلها الله سبحانه وتعالى وقدمنا برنامج رائع، والقناة بشكل عام قدمت برامج رائعة في ظل توجيهات مدراءها. الشكر الكثير لكل من ساهم في هذا المشروع الكبير ونسأل الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. كل عام أنتم بخير جميعا وجميع الزملاء العاملين معنا. بحب أهني الوالد والوالدة بالعيد وزوجتي الغالية وادعي لها بالشفاء التام إن شاء الله، وكل الأمة الإسلامية، وبتشكركم على اللقاء ونقول إقرأ ما شاء الله يعني دائما كنا إقرأ قوي إيمانك وهلأ إقرأ يستمر العطاء. طبعا بحب أهني كل العالم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير للعالم الإسلامي، وهني شبابنا أصدقائنا بالموظفين كلهم قناة إقرأ وكل عام وأنتم بألف خير. وبحب أهني طبعا والدي ووالدتي وزوجتي اللي غايب عنها طيلة الفترة، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير وأخواني وأقاربي كاملين. نوجه تحيتي طبعا لوالدتي أقول لكم كل عام وأنتم بخير، على أخواني على الأمة الإسلامية جميعا. أول حاجة للوالدة والأهلي والجميع المسلمين في العالم وكل عمل أو كل فريق عمل إقرأ. أنا أهني جميع الأمة الإسلامية وبالخصوص أهلي وجميع القائمين على قناة إقرأ وكل عام وأنتم بخير. والله أهني أخواني وأهني الأخ مصطفى زميلي والأهل. أحب أهني الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبشكل عام وإن شاء الله كمان نهني بشكل خاص الوالد والوالدة وأسرتي طبعا في جدة وأخواني كلهم، والحمد لله كان عمل جبار يعني القناة تقرأ. أوجه التهنئة لفريق البرنامج والأستاذ محمد سلام والأستاذ ياسر أكيد والشيوخ اللي جونا والصف الكبير اللي ساعدنا بالإنجاح العمل هذا إن شاء الله. تجربة جديدة أتمنى أنه كنت أتمنى أنها تكون من قبل يعني هالفترة. حب عايد مين؟ الوالدة أبوي، يعني أول مرة عيد بدونهم فكان عيد مختلف تماما، لكن العزاء الوحيد أنه كان في إقرأ يعني كان العمل في إقرأ. والله أنا يعني بالنصر أقترح أنه يعني يكون عندنا تقريرين كواليس، تقرير في بداية التغطية
وتقرير في نهاية التغطية عشان نشوف الفرق يعني بالذات في الوجيه وما يحصل عليها من تغيرات الأجواء في الوجه. هي أكيد لأنه فعلا الدقون طالعة والعالم محلقة حالة محالة. غير كذا أنا اكتشفت أنه ما شاء الله ثلاثة أرباع الفريق متزوجين، الكل بيهدي ما شاء الله إلى زوجته وأبنائه، يعني ما شاء الله رغم ارتباطاتهم الأسرية لأنهم يعني ملتزمين بالعمل هنا. جمال العمل يا سعد كان في التواصل وفي المثابرة، والجميع كان فعلا حريص على وقته وعلى أن نكون على الموعد دائما مع مشاهدين الكرام. طيب نتوقف الآن مشاهدين الكرام أيضا مع تقرير لفريق العمل وكواليس هذا الفريق، نتابع التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. بشكل عام أهنئ كل شخص موجود معنا هنا في المخيم من العاملين ومن الفنيين ومن الإداريين ومن جميع الموجودين، وأيضا أهنئ الوالد والوالدة بشكل مباشر وإخواني وأخواتي الموجودين في خارج البلاد، يعني لا أراهم إلا فترات طويلة وسنين كثيرة لا أراهم فيها، وهم أكثر من أود أن أهنئهم وهم يتابعون قناة إقراء الفضائية. الأهل في مصر زوجتي وأبنائي وأولادي وبناتي، نقول كل سنة طيبين إن شاء الله. أول شيء طبعا أوجهها لأهلي لأمي وأبويا وزوجتي اللي يعني وحشتني الصراحة، وبنتي الصغيرة كلهم وحشوني، أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله بكرة أرجع لكم وشوفكم مع بعض ونفرح مع بعض ويعني نكمل عيدنا. أهنئ قنوات إقرأ الفضائية على هذا الإنجاز الطيب المبارك المميز خلال هذه الفترة الطيبة المباركة من مشاعر مقدسة، وهنئ كل من يسمعني وأقول لهم تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. بداية أحب أهني والدي ووالدتي، أقول لهم كل عام وأنتم بخير مناسبة عيد الأضحى، وثاني أهني والدي سعد الشيخ صالح كامل بهذه المناسبة، وأهني زوجتي وأولادي، وأهني كل زملائي العاملين بقناة إقرأ وكل أهلي وأحبابي وأصدقائي بالأردن وبالسعودية بلدي الثانية، وكل عام وأنتم بألف خير. والدي بالعيد وأقول تقبل الله صالح الأعمال، وكذلك أهني جميع الأمة الإسلامية بالعيد وأسأل الله أن تقبل صالح أعمالنا وكل الأصدقاء والأصحاب و الإخوة الذين أعرفهم. نعم. أهني الوالد والوالدة بما أن السنة هذه ما عيدنا معاهم، أهني جميع طاقم قناة إقرأ من الإدارة إلى أصغر رجل في هذه القناة الإعلامية المميزة، وأهنيك خصوصا إسماعيل. أهني جميع الأمة الإسلامية، وأهني خادم الحرمين الشريفين، وأهني الوالد والوالدة وجميع موظفي ومنسوبي قناة إقرأ الفضائية. من جديد أعزائي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى في قناتكم قناة الفضائية وفي برنامجكم تم بحمد الله كما تابعنا عدد من التقارير خلف الكواليس، لكن ابقوا معنا بعد هذا الفاصل نستكمل ما جهزناه لكم. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في سهرة قناتكم اقرأ الفضائية تم بحمد الله، نعرض لكم في هذه الساعة مختلف التقارير التي صورناها لكم من خلف الكواليس لنعرض لكم ما يقوله فريق عمل هذا البرنامج. نتوقف الآن مع تقرير جديد أعده فريق عمل هذا البرنامج عن كلمات بعثة قناة إقرأ الفضائية وما يقولونه لأهلهم بمناسبة هذا العيد، نتابع التقرير ثم نعود إليكم. أعزائي المشاهدين زي ما أنتم شايفين إحنا الآن حنطلع ويندو مباشر، وإحنا عندنا هنا الأستاذ وائل رفيق هنا معانا أحد الإعلاميين حيطلع ويندو مباشر. طبعاً إحنا بنهني كافة القيادات في قناة إقراء الفضائية ومشاهدي ومحبي قناة إقراء الفضائية، وإن شاء الله تعالى تكون تغطية بإذن الله تعالى نالت استحسانهم وإعجابهم. أستاذ وائل إذا حبيت تهني بعيد الأضحى تهني مين؟ طبعا أهني الوالدين وأهني زوجتي وأهني كل المحبين ومحبي قناة إقراء الفضائية. أحب أهني الوالد والوالدة والقائمين على هذا القناة وأشكرهم وجزا اللهم كل خير،
وكل عام أنت بخير إن شاء الله. أهنئ بعيد الأضحى بداية السيد الوالد حفظه الله ومد في عمره والسيدة الوالدة، وأهنئ كل الذين لهم فضل علي ابتداء من أكبر شخص إلى أصغر شخص، أعم الأهل والأحباب والأصحاب وكل من لهم فضل على العبد الفقير، وأهنئ إخواني فريق العمل في قناة إقرأ فقد كان لهم فضل على العبد الفقير، جزاهم الله خير وأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم. أهني الوالد والوالدة وأمير ومامير والأخوان بالعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير إن شاء الله. أحب أهنيكم وأهني نفسي بنجاح موسم هذا العام، والحمد لله يعني أحس أن احنا حققنا نجاح كبير بتغطيتنا 24 ساعة إن كان في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وإن شاء الله الموسم الجاي حنكون في نجاح أكثر. طيب وبمناسبة عيد الأضحى حاب تهني مين؟ والله أحب أول شيء أبدأ بوالدتي، أحب أهنيها بقول لها كل عام وأنت بخير، وأحب أهني زوجتي لعيدها وعيد ميلادها وأقول لها كل سنة طيبة وإن شاء الله يتكرر عليها أعياد مديدة إن شاء الله. نهني كل المسلمين إن شاء الله بإذن الله، كل المسلمين بعيد عن يسلم بإذن الله. وهني الشعب العربي والإسلامي بمناسبة الحج وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبعيد على الجميع وبقول لهم كل عام أنتم بألف خير. من جديد أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تم بحمد الله. الكثير من التقارير عدوه الزملاء لتغطية موسم حج هذا العام للزملاء الذين يعملون خلف الكواليس ويجتهدون أيضا في إبراز الصورة الجمالية التي تابعتموها خلال الأيام الماضية. تقرير سادس للزملاء خلف الكواليس تابعونا. أهنيهم طبعا، يعني أنا ليس في مقام أحد من الخارج حتى أهنئ، لكن أنا أعتبر نفسي يعني من مؤسسين إقرأ، والحمد لله ما لي يعني بصمات كثير فيها ولكن لي انتماء كبير لها. كل عام وانت بخير، كل عام وجميع كوادر إقرأ الفضائية بألف خير. السنة هذه كانت قناة إقرأ متميزة في نقل الحدث على مدار الساعة، يعني أنا كنت متواجد من السنة الماضية والسنة هذه، يعني كل سنة عن سنة في أشياء جديدة بتحصل في القناة. أود أن أشكرك وأشكر جميع الكوادر في قنوات إقرأ الفضائية، وتهني خاصة الأهلي اللي كنت بعيد عنهم السنة هذه، والأول مرة أو ثاني مرة عيد الأضحى بعيد عن أهلي. كل عام هم بخير. نعيد طبعا على الأهل كلهم، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، وسامحونا أنه دائما إحنا يعني بيفتقدونا دائما في موسم الحج، ولكن إن شاء الله أنه يكون في ميزان الحسنات. وزوجتي العزيزة تسامحني دائما بكون غائب عنها كل عيد بنقضي مع حجاج بيت الله الحرام، لكن كل عام أنتم بخير إن شاء الله. والله هني الأهل والأخوان والشباب كلهم اللي في جدة، خصوصا الوالد والاخوان وجميع الشباب. اهني جميع الاهل في المدينه المنوره، انا شخص من المدينه المنوره، وهني اهل المدينه وهني قناه اقرا بصفه عامه كلهم الشباب، وما شاء الله ما قصروا بكل حاجه واشكرهم كثير الشكر. احب اهني كل الشعب السوداني بمناسبه حلول عيد الاضحى والطاقم حق قناه اقرا. تهنئه الحاره لقناة أغرق والعاملين فيها والخلف الكواليس. أقول كل عام أنتم بخير لكل زملائي اللي اشتغلوا في الإقرة وجميع المسلمين. والله هني تهنئة كبيرة للشيخ صالح ومديرنا الكريم السلام. طبعا أحد الزملاء اللي ظهروا في هذا التقرير هو الأخ حمزة من سائقي الدبابات في المخيم علم عبد الناصر يعني سياقة الدباب، فيعني مبروك. الله يرضى عليك، بس باقي لي إن شاء الله أخذ الرخصة بس على أساس إن شاء الله أريح السيارات شوي بإذن الله. كما يعني نبارك للزملاء مراد الكحيلي وأمين حرازي قرب زواجهم، نسأل الله أن يتمم عليهم بالخير ويسعدهم يا رب. الله يوفقهم. نستكمل تقاريرنا مشاهدينا الكرام ونتوقف مع تقرير تاسع لفريق العمل، نتابع ثم نعود. أهني أهلي في جدة كل عام وكل سنة هم طيبين وعيد مبارك عليهم. أهني أمي وزوجتي الغالية ووالدي العزيز، وأهنيكم كل عام وأنتم بخير. وأهني جميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم على مرور الحج عليهم، وأقول لهم سنة هجرية جديدة طيبة إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين. أهني زوجتي وأولادي فيصل، بالذات فيصل ومحمد وخلودي خالد
وبارك للحجاج في السنة الجديدة وكل عام وأنت بخير. يعني أول شيء زوجتي وأولادي في جدة، والدي ووالدتي في دمشق، بقول لهم كل عام بخير وشوفكم على تمسح وعافية إن شاء الله. عيد مبارك. شكرا الحمد لله. هن والله كل ما أحب أهلي وأحبائي وأخواني وأولادي وهنا في السعودية وفي السودان كله إن شاء الله، كل ما شاهدنا أهنيهم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أهني الوالد والوالدة وأهني خادم الحرمين الشريفين وأهني ولي العهد والكريم بس، وأهني الناس اللي شغالين في إقرأ، الله يعطيهم العافية وما قصروا. كل عام أنتم بخير، وأهني الوالدة زوجتي أم خالد وعيالي، كل ما اسمي كل عام أنتم بخير. بتمنى كل عام وكل الناس بخير بإذن الله مثل هالأيام. يعني الله يزي من كان قائم على هذه القناة بألف ألف مليون خير إن شاء الله، وكل عام وانتم طيبين. والتهاني لخادم الحرمين الشريفين ولا ولي العهد الأمين ولا الأمير خالد الفيصل ولا جميع الأخوة المسلمين في الدول العربية والإسلامية. أهني الوالدة تمام بمناسبة العيد، وزوجتي وولدي أنس والكل الحبايب والأصدقاء. والله أهني الأمة الإسلامية، نقول لهم كل عام وانتم طيبين وعيد مبارك على عيد الأضحى المبارك. من جديد أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. العدد كبير جدا الكادر الذي يعمل لتغطية قناة إقراء الفضائية، تقرير أخير نتابعه بهذه التهنئة بموسم حج هذا العام. قناة إقراء ما قصروا، يعطيهم العافية الجميع بما فيهم الأستاذ محمد سلام والقائمين والعاملين والزملاء والأخوان، وكل عام أنتم بخير. أهني الأمة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله يعود عليهم بالأمن، وإن شاء الله بإذن الله تنتهي المشاكل في الأمة الإسلامية كلها، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. بنهنى على كل الأمة الإسلامية إن شاء الله، وربنا يجعلنا في مكان نخدم به الناس أكتر، وربنا يتقبل منا ومن المسلمين جميعا إن شاء الله. أهني أول شيء والدي ووالدتي وزوجتي وأولادي وأخواني وأخواتي جميعا بعيد الأضحى المبارك، وهنئ الأمة الإسلامية والفريق إقرأ الرائع بهذا العيد المبارك. صلى الله يجعل العيد خير وبركة علينا وعليكم. رسالتي إليكم أنتم جميعا أعضاء قنوات إقرأ الذين أسعدوني وأتحفوني وغمروني بحبهم وكرمهم وروعتهم وجمال تنظيمهم وجمال تنسيقهم لهذا الموسم، وكانوا بحق يعني رجال ورائدين ورائعين لنقل الصورة الحية الوضاءة الجميلة لحج هذا العام. نسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم وأن يستمروا دوما لتقديم ما هو أفضل وما هو مميز كما هم دائما في خدمة الأمة الإسلامية وخدمة الكلمة الطيبة ونقل الصورة الحية المضيئة الرائعة والرائدة للحج الكبير. أيضا نتوقف بعد قليل المشاهدين الكرام مع تقرير يتحدث عن أجمل اللحظات التي مرت على بعثة قناة إقراء الفضائية في هذا المخيم. التقرير من إعداد الزميل إيهاب جاه، نتابع ثم نعود. Do
تقرير متميز يحكي أجمل اللحظات التي حدثت في موسم حج هذا العام. شكرا لزميلي هاب جاها على هذا التقرير المتميز. طبعا هناك كثير سعد من اللقطات الرائعة والإنسانية في موسم حج هذا العام، وكيف لا وهو يميز الإسلام بالمساواة والمؤاخاة بين الجميع. صراحة هذه الرحلة، رحلة الحج، تجمع العديد من الجنسيات والألوان ومختلفهم، مختلف اللغات ومختلف الطوائف الاجتماعية، فالجميع يتفقون على أن هنا مبدأ المساواة وهو دين المساواة. ساعتنا المخصصة بناصر انتهت، أنا سعيد بمشاركتك لأول مرة على الهواء مباشرة، وإن شاء الله تتكرر هذا. أنا وياك سوا دائما إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، قناة إقراء الفضائية تنتظر منكم الجميلة دائما وتعطي لكم الجميل بإذن الله تعالى. تمييزنا يكون دائما باقتراحاتكم، ننتظرها على موقع القناة عبر الشبكة العنكبوتية. كونوا معنا دائما، نلقاكم بإذن الله تعالى في العام القادم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجلكم نعمل المشاهدين الكرام، ومن أجلكم سنقدم ما نستطيع. نلقاكم بإذن الله في العام القادم في تغطية قناتكم إقراء الفضائية لموسم الحج. تلتقون بعد قليل مع الرائع أسامة العشماوي وآخر ساعة بث في هذه التغطية أخبار الحج. إلى اللقاء.